بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بيكم أبنائي تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي من منصة الإسكولة. معاكم مس عبير عباس. حبايبي لازم نفعل زر الجرس ونشترك في القناة عشان توصلنا كل الفيديوهات الجديدة. احنا فين؟ في الوحدة الثانية، درس ايه؟ الكسور. تمام، النهاردة هناخد ايه؟ هناخد الكسر اللي احنا خدناه الحصة اللي فاتت، هنكمله. جميل، اسمه الكسر جزء من الواحد الصحيح. طب النهاردة يا مسي ايه الجديد؟ الجديد كسور الوحدة. يعني ايه كسور الوحدة؟ ركز معايا، هقول نص، تلت، ربع، خمس، كل دي اسمها ايه؟ كسور الوحدة. طب ليه؟ عشان البسط واحد والمقام اكبر من الواحد كده يا مسي. بس لا يا حبيبي، خلي بالك هناخد كمان مقارنة بين الكسور الوحدة، ولازم نعرف ان كل ما المقام يكبر قيمته تقل، وكل ده في ظل مسائل كلامية هندرسها. ويلا بينا نفهم الدرس. يعني ايه كلمة كسر؟ بقول هو عدد يعبر عن جزء من عدة أجزاء متساوية. مش فاهم الكلام. حاضر، بالراحة كده، عدد يعبر عن جزء من عدة أجزاء. انت مش هتفهم معايا إلا ما تشوف الشريط اللي أنا رسماه. الشريط ده أنا قسمته كم جزء؟ اتنين. لونت كم جزء؟ واحد. يبقى الكسر هنا واحد على الاتنين. واحد على الاتنين اسمها نصف. خلاص، خلي بالك الواحد ده هو اللي بيمثل الكسر. تاني، يبقى الواحد ده اللي هو اسمه بسط. احنا هنشرحه تاني بعدين، بس نعرف البسط اللي هو بيمثل عدد الاجزاء الملونة. اهو بيمثل عدد الأجزاء الإيه حلوين؟ الملونة. طب الاتنين يا مس اسمها مقام. طب دي بتمثل إيه؟ العدد اللي أنا قسمته اللي هما اتنين. طب ناخد واحدة كمان عشان ناخد بالنا. أنا قسمتها هنا كم جزء؟ تلاتة. لونت مين؟ واحدة. لونت واحدة، يبقى الكسر هنا كام؟ واحد على تلاتة. اقراه، تلت، اتعود تكتب تقرا. تمام، زي ما انا قلت الواحد ده اسمه بسط، وده بيمثل الجزء اللي انا لونته. التلاتة دي اسمها مقام، ودي بتمثل عدد الأجزاء. تاني، دي اسمها ايه يا مس؟ حضرتك لونتي واحدة. تمام، من كم جزء؟ من الأربعة. يبقى اسمها ربع، بالعربي ربع. يبقى واحد على الأربعة يعني ربع. برضو هنعيد كل دقيقة، عايزك تفتكر معايا ان الواحد ده اسمه بسط، بيمثل الاجزاء الملونة. الاربعة دي مقام، بتمثل العدد اللي انا قسمته. كمان مرة حبايبي، الواحد ده اللي انا لونته المقام، عدد الاجزاء. كمان شكل، انا قسمت الشريط لكم جزء؟ واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. لونت جزء يا مس؟ تمام، الجزء ده من كام؟ من الخمسة يا مس. اسمه خمس. احنا قلنا ان الواحد اسمه بسط، اسمها مقام. طب عايز انطقها، واحد على خمسة خمس. طيب اللي انا بكتبه ده اسمها ايه؟ اسمها قصور الوحدة. اسمها
قصور الوحدة، تاني اسمها قصور الوحدة. طب ليه؟ لأن البسط واحد والمقام أكبر من الواحد، يبقى قصور الوحدة. أهو خليك معايا، إيه هي بقى كلمة قصور الوحدة؟ اللي هي يا مس نص، تلت، ربع، خمس، سدس، وغيرها 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 لخ. يبقى أي كسر البسط واحد والمقام أكبر من الواحد اسمه قصور الوحدة. تعال نفهم أكتر تاني. أنا ما جيتش جنب الواحد الصحيح، عشان الواحد الصحيح أهو قطعة كاملة، واحدة متكاملة، ممكن أقسمها إلى جزئين. تمام يا مس؟ يبقى أسهم جزئين، أدي واحد معايا حبايبي، اتنين، يبقى في الحالة دي قسمتها إلى نصفين. ممكن أقسمها تلات أجزاء متساوية، أهم واحد اتنين تلاتة. تمام. طب في الحالة دي اسمها ثلاثة أثلاث، يعني تلات أثلاث، ده تلت وده تلت وده تلت. تمام. يبقى ثلاثة أثلاث. طب معايا هقسمها إلى أربع أجزاء. تمام. يبقى احنا عرفنا إن الجزء ده اللي هو واحد اتنين تلاتة أربعة، ده الأربع أجزاء. هنا بمثله بربع، وهنا ربع، وهنا ربع، وهنا ربع، يبقى اسمه إيه؟ أربع أرباع. أنا بزود معاك المعلومة خطوة خطوة، خليك معايا. هقسم المرة دي الشريط خمس أجزاء متساوية، أهم واحد اتنين تلاتة أربعة، خمس أجزاء متساوية. يبقى الجزء ده إيه؟ خمس. الجزء ده خمس. الجزء ده خمس. هنا خمس. جميل. يبقى اسمه إيه يا حلوين؟ خمس أخماس. كمان معايا ما تزهقش بالراحة. أنا قسمته لكام؟ ستة. عد يا مس، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، متساوية. طب كل جزء اسمه إيه؟ اسمه إيه يا سنة تالتة؟ اسمه يا مس سوتس. السوتس كمان. أيوة سوتس، برافو. سوتس سوتس، الله يخليكوا يا سنة تالتة، سوتس. طب ده في الحالة دي اسمها إيه؟ ست أسداس. كمان واحدة أخيرة أهي. الشريط بتاعي المرة دي قسمته لكام؟ بص يا مس، أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، يبقى ده اسمه سبع 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 سبع. سبع، يبقى اسمه ايه؟ سبع أسباع. شايفين معانا مين حبيبتي؟ مين معانا؟ كانت موجودة معايا من أول الحلقة بس أنا مخبياها، صح يا نوجة؟ صح، وكنت متابعة ومركزة. يعني أنت فهمتي الشرح يا نوجة؟ فهمت كويس. طب لو أنت فهمتي وشاطرة أنا هسألك. اسأليني. هتجاوبي؟ هجاوب. طب تعالي بصي معايا، سؤال هنا بيقول إيه؟ أكمل بكتابة القصور تبعا لعدد الصور. تبعا لعدد؟ صور. شاطرة، أنا هنزلك صور. شايفة الصورة الجميلة؟ دي قطط. كم واحدة يا نوجة؟ دي قطة واثنين وثلاثة. يبقوا ثلاث قطط، ادي واحد اتنين ثلاثة. جميل يا نوجة؟ حلو.
انا مسميه دول وحده واحده. مسميهم ايه؟ وحده واحده. حتى بمثلها اهو على الشريط الكسري اللي قدامي وحده واحده. طب يا ترى القطه الواحده بتمثل قد ايه؟ القطه الواحده بالنسبه للقطط كلها واحده. واحده من كام؟ من ثلاثة. شاطره، يعني القطه دي اسمها واحد على ثلاثة، صح يا نوجة؟ صح. طب والتانية برضو ايه؟ واحد على ثلاثة. والتالتة برضو ايه؟ واحد على ثلاثة برضو. شطورة شطورة، ايه الجمال ده؟ يعني الوحدة الواحدة انا قسمتها الى ثلاث اجزاء متساوية. يبقى الجزء الاول هكتب جواه تلت. تلت. قولي معايا. تلت. والجزء التاني هكتب جواه تلت. شطورة. والجزء الثالث كمان هكتب جواه تلت. حلو. الله عليكي. معنى كده ان الوحده الواحده كام تلت؟ ثلاثه. يبقى ثلاثه اثلاث. يبقى كام يا جميله؟ ثلاثه اثلاث. شاطره. يبقى انا هقول ثلاث اثلاث. ممتازه يا نوجه. طب يلا نشوف صور كمان. الله، انا رسمت لك كام عصفوره. الله، عصافير حلوين. كم واحدة؟ دي واحدة. أيوة. ودي كمان عصفورة. أيوة. كده اتنين تلاتة. أيوة. أربعة خمسة ستة عصفورات. شطورة، ستة عصفورات. يبقى دي اسمها وحدة ايه يا نوجة؟ واحدة. اسمها ايه يا نوجة؟ واحدة واحدة. شطورة، ركزي معايا. طب يا ترى العصفورة الواحدة بالنسبة للمجموعة بتمثل ايه؟ عصفورة واحدة. بالنسبة للمجموعة يبقى واحد على كام؟ واحد على ستة. شطرة، اللي هي ايه؟ سدس، اللي هي ايه؟ سدس. يبقى ادي الوحدة الواحدة اما اقسمها الى ستة اجزاء متساوية. الاولانية اسمها ايه يا نوجة؟ الاولانية سدس. شطرة. والتانية سدس برضو. ممتازة. وايه كمان؟ سدس كمان. وايه كمان يا حلوة؟ سدس برضو. وايه كمان؟ سدس. والاخيرة سدس برضو. يبقى الوحدة الواحدة هنا كام سدس؟ ستة. يبقى انا هقول ايه؟ ستة اسداس. هقول ايه يا عسل؟ ستة اسداس. لا ده انت شاطرة. طب هسألك كمان، ماشي؟ يلا. وهديكي برضو صور جميلة قدامي. انت جعانة؟ سندوتشات. ايه رأيك فيها؟ حلوين قوي. كم واحد قدامك؟ ده دي واحد. ايوة. وكمان واحد. يعني كام؟ اتنين. وايه كمان؟ ثلاثة. برافو. أربعة. جميل. خمسة. حلو قوي. انا بعمل وحدة واحدة. يبقى السندوتشات كلها دي اسمها وحدة واحدة. معايا يا نوجة؟ طب ثانية واحدة. ايوة. مس عبير. نعم حبيبتي. يعني دول مش دول سندوتشات؟ ايوة. ازاي دول واحدة واحدة؟ دول خمس سندوتشات. ايوة جميلة يا نوجة ان انتي بتفكري. بصي يا عسل، تعالي انا حطيت لك طبق واحد اهو. ايوة. بس جوه الطبق خمس سندوتشات. يبقى الطبق اسمه ايه؟ واحدة واحدة. اسمه ايه يا جميلة؟ واحدة واحدة، عشان دول بتوعي كلهم. ايوة. يلا بقى. ماشي. جميل. يبقى الوحدة الواحدة دي انا قسمتها لخمس اجزاء متساوية. قسمتها لايه يا نوجة؟ خمس اجزاء متساوية. طب انتي لو اكلتي واحد بس يبقى اسمه ايه؟ واحد على خمسة. الله عليكي. واحد على خمسة يعني ايه؟ بس نوع. انا هاكلهم كلهم. طب استني، واحدة واحدة بس. ماشي. واحد على خمسة. طب والتاني برضو اسمه ايه؟ واحد على خمسة برضو. شاطرة. واللي بعده؟ واحد على خمسة. واللي بعده؟ واحد على خمسة. اشكرك. والاخير؟ واحد على خمسة. ممتازة يا نجم. طب يبقى الوحدة الواحدة كام خمس؟ خمسة. يبقى انا هقول ايه يا نوجة؟ خمسة أخماس. أسمعك يا عسل. خمسة أخماس. شطورة شطورة وجميلة وطعمة. طب انت عشان شطرة أنا جبتلك إيه قدامك؟ الله، آيس كريم. شفتي بقى؟ إيه رأيك؟ أنا بحبه قوي. جبتلك كم واحدة يا نوجة؟ أربعة. عدي معايا. واحدة. أيوة. واحدة ليا. تمام. ماشي. ماشي. واحدة لأخويا. يبقوا اتنين. ها؟ واحدة لماما. يبقوا كام؟ تلاتة. شاطرة. واحدة لبابا. يبقوا أربعة. حلو قوي. مفيش واحدة كمان اللي جبته؟ لا أنا كيبالك بس أربعة، خلاص؟ ماشي. طب بصي بقى، إحنا قلنا دول اسمهم واحدة إيه؟ واحدة
واحدة واحدة. طب انت يا نوجة لو اكلتي بتاعتك يبقى خدتي قد ايه يا نوجة؟ واحدة من الاربعة. يعني اسمها ايه حلوة؟ ربع. اسمعك تاني. ربع. عشان اصدقائي يعرفوا. ربع. والجزء التاني برضو ايه؟ واحدة من الاربعة لاخويا اكلها. ايوه يبقى ربع برضو. شطرة. واللي بعده ايه حلوة؟ اديها اديها لماما ربع برضو. جميلة. والاخيرة تديها لمين؟ بتاعت بابا. ربع برضو. اشكرك. طب يبقى معنى كده ان الواحدة الواحدة كم ربع؟ اربعة ايس كريم. شطرة. يعني ايه اربعة ارباع؟ يعني ايه حلوة؟ اربعة ارباع. جميلة. برافو عليكي. ممتازة. يعني معنى كده يا حلوين يلي قاعدين قدامي وماسكين ورقة وقلم وشاطرين ان الواحد الصحيح بتساوي اتنين على الاتنين هتساوي تلاتة على التلاتة هتساوي اربعة على اربعة هي برضو خمسة على خمسة وهكذا زي ما صديقتي الجميلة نوجة حبيبة قلبي فاهمة معايا الدرس. فاهمين؟ ويلا بينا نكمل شرح. مش عبير. نعم. قبل ما نكمل الشرح. لا بعد ما نكمل. قولي. بعد ما نكمل تروحي تجيبي لي ايس كريم عشان دي صور. اجيب لك. اجيب لك يا حبيبة قلبي. ماشي يلا. يلا حبيبتي نكمل بقى مع بعض. اقرا معايا كده. احنا اتعلمنا ان لازم نقرا المساله وناكد في الكلام. تريد رحمه تقسيم قالب من الشوكولاته. جميل. على كل من يوسف ومهند ومريم بالتساوي فكم عدد الاجزاء التي تقسم بها الشوكولاته؟ تعال نفكر. ادي الشوكولاته الرحمة الجميلة الطيبة قالت ده انا هقسمهم على مين؟ على يوسف ومهند ومريم، يعني الى تلات اجزاء متساوية بالتساوي. تمام. يعني انا هقسم اهو، ادي جزء اهو وادي جزء اهو وادي جزء اهو، كل واحد ياخد قطعة. طب تعالي نمثله على الوحدة الواحدة. ادي الوحدة الواحدة. تمام. انا هقسمهم على تلات اشخاص، يبقى تلت. يبقى تلت. هنا تلت. برافو عليكم. يبقى الوحدة الواحدة قد ايه؟ تلت اسلاس. اقولها تاني، تلت اسلاس. جميل. تعالى يا حبايبي حلوين، بيقول ايه؟ لدى نجار. لدى ايه يا ولاد؟ نجار. يعني عندي نجار. لدى يعني عنده. لدى نجار قطعة من الخشب. جميل. ادي قطعة الخشب صنع منها اربع ارجل. القطعة دي هيقسمها عشان يعمل اربع ارجل. تمام. متماثلة. جميل يا مس. يبقى انا الوحدة الواحدة اهي. الوحدة الواحدة هنا الجزء ده اسمه ربع، الجزء هنا ربع، هنا ربع. جميل. الجزء ربع. يبقى هنا الوحدة الواحدة قد ايه يا مس؟ اربع ارباع. معايا سنة تالتة. جميل. تمام. تعالى معايا سنة تالتة مسألة كمان. بيقول ايه؟ بيقول لي قسم خالد مصروفه بحيث ينفقه في ستة ايام. مثل هذا الموقف باستخدام الشريط الكسري. ادي مين؟ مصروف خالد. خالد جميل وعنده ذكاء وعايز يقسمه الى ستة ايام. الشريط الكسري هي الوحدة الواحدة، محدش يتلخبط. يبقى دي هي الوحدة الواحدة هي يا مس. ايه بقى؟ الشريط الكسري. تمام. هيقسمها على ستة أيام. يبقى اليوم الأول اسمه سدس. سدس. وهنا كمان سدس. وهنا سدس. خليك معايا. سدس سدس. يبقى الوحدة الواحدة اسمها. تعالى معايا نفهم أكتر وندور أكتر ونحب الرياضة أكتر. بتهيألي حلوة الرياضة مش وحشة. بيقول إيه؟ في عيد ميلاد سمر
قامت والدتها بتقطيع تورتة الشوكولاتة إلى 3 أجزاء متساوية، واحدة واحدة كده يا مس، ثم قطعت كل قطعة إلى نصفين. ارسم الأجزاء المتساوية من الوحدة الواحدة التي تعبر عن عدد قطع الشوكولاتة. بالراحة يا شباب. طبعا عيد ميلاد سمر، ماما جابت لها تورتاية وراحت مقسمة التورتاية دي لتلات قطع، اهي ادي تلت وتلت وتلت. خلي بالك انا قسمتها اهي، يبقى هنا قسمتها لتلات قطع، القطعة دي اسمها تلت وتلت وتلت. خلي بالك لان الكلام ده هنرجع نستخدمه بعد كده. راحت ماما عملت ايه؟ اخدت كل تلت من دول قسمته لاتنين، كل تلت من دول قسمته لاتنين، كل تلت من دول قسمته من اتنين. بالراحة يا مس عليا، الخطوة الأولى قلتلك ايه؟ انها قسم الوحدة الواحدة الى تلات اثلاث، ادي الخطوة الأولى. طب يا مس الخطوة التانية، الخطوة التانية ان انا همسك كل تلت وهعمله الى نصفين، يبقى دي التلت الاولاني اهو هقسمه بقوا كام؟ اهم اتنين، يبقى دي واحدة ودي التانية. تعالت بعد كده التلت التاني اهو يا مس، واحد اتنين، يبقى دي تلتين. تعال الجزء التالت هقسمه برضو هيا مس، واحد اتنين، تمام. يبقى هنا بقيت ايه؟ عد معايا كده عدد الاجزاء في النهاية، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يبقى هنا تبقى سوتس سوتس سوتس، خليك معايا، سوتس سوتس سوتس، برافو عليكو. يبقى ايه الخطوة التانية؟ ان انا هقسم كل ايه؟ سلس، تمام، الى ايه يا حلوين؟ نصفين، تمام. يبقى انا دلوقتي عدد قطع كلها كم قطعة؟ 6 قطع. يبقى التورتاية اتقسمت الى 6 اسداس، تمام. تعال ناخد واحدة كمان نفهم اوضح. قام سامي بتقسيم سلك كهربائي الى نصفين، الى ايه؟ ركز معايا، نصفين. انا شايفك وانت بتفكر، برافو. ثم قسم كل نصفين 4 اجزاء، بالراحة عليا يا مس، متساوية. ارسم الاجزاء المتساوية من الوحدة الواحدة التي تعبر عن عدد القطع الكلية. ادي السلك اللي استاذ سامي عايز يقسمه الى نصفين، اهي ادي السلك كلها الوحدة الواحدة عايز يقسمها الى نصفين، اهي. يبقى هنا ادي نصف وهنا نصف، تمام. رجع قال يبقى الخطوة الاولى، الخطوة الاولى ايه؟ ان تقسيم الوحدة الواحدة الى نصفين. يبقى الخطوة الاولى اللي انا عملتها تقسيم الوحدة الواحدة الى ايه عسل انت؟ نصفين يا مس، جميل. الخطوة التانية قال لي ايه بقى؟ قال انا هقسم كل نصف الى 4 اجزاء، يعني النصف ده شايفه هقسمه 4 اجزاء، اهو 1 2 3، ادي ال4 اجزاء. والنصف التاني برضو 4 اجزاء، ادي 1 2 3 4، تمام. معايا بقى هنا، يبقى الخطوة التانية ايه؟ قلت له نقسم كل نصف، او هنقسم نقسم كل نصف الى ايه يا مس؟ الى 4 اجزاء مالها متساوية، اوعى تنسى كلمة متساوية، تمام يا مس.
يبقى معنى كده بقى، معنى كده ان عدد القطع الكل كام؟ 8 قطع. صح، لان هنا هيبقى 1 على 8، 1 على 8، 1 على 8، 1 على 8. عد معايا، 1 على 8 كل جزء يعتبر اسمه ثمن. طب 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى اسمها ايه؟ 8 أسمان. يبقى السلك كله في النهاية وصلته إلى 8 أسمان، يعني 8 قطع متساوية. يلا بينا نخش على نوع جديد. بيقول إيه؟ مع سمير شريط لف الهدايا. حلو، قام بتقسيمه إلى 6 أجزاء متساوية، وأعطى أخته جزئين. اكتب الكسر الذي يعبر عن الأجزاء المتبقية مع سمير، وارسم الشريط. عرفنا ان الشريط هو كأنها الوحدة. ادي شريط لف الهدايا، طبعا عارفينه، بتحبوه انت قوي. قسمته لكام جزء؟ 3. لا يا مس ركزي. ايوه مركزه اهو، معلش انا اسفه، مش هتسرح تاني. قسمته لكام جزء يا مس؟ ما انت معلمه ان هنا 6. شكرا يا حبيبي، 6 اهم، 1 2 3 4 5 6، تمام زي ما انا اتعلمت. الجزء ده اسمه سوتس 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 سوتس. سمير ده بيحب اخته، فقال لها انا هديك جزئين. يا ترى الباقي هيبقى ازاي؟ تعال نشوف الخطوة الاولى. ايه هي الخطوة الاولى؟ ان انا قسمت الوحدة الى كام؟ 6 اسداس. شاطر، تمام. الخطوة التانية، سمير طيب هيدي لاخته كام جزء؟ 2. يبقى انا هحذف جزئان. هحذف ايه؟ جزئان. ادي جزء وادي جزء، هحذفهم. تمام، حذفته عشان اديته لاخته. جميل، يبقى بعد كده هعمل ايه؟ عند حذف جزئان من ايه؟ من 6 اجزاء. جميل يا مس، يبقى لي كام جزء؟ 1 2 3 4 اجزاء. يبقى نجد ان الباقي مع سمير كام؟ 4 أجزاء. جميل، ما معنى كلمة 4 أجزاء؟ يعني اسمها يا مس 4 على 6، يعني اسمها 4 أسداس. فهمني؟ اسمها 4 على 6، يعني 4 أسداس، اللي هي تعادل 4 أجزاء. كمل كمان. تعال بقى معايا ناخد مسألة كمان عشان نزود المعلومة ونفهم أكتر. بيقول إيه؟ اشترى عادل قالب من الشوكولاتة، قام بتقسيمه إلى 8 قطع متساوية، فإذا أكل في اليوم الأول 2 قطع وفي اليوم الثاني 3 قطع. يبقى دي قطعة الشوكولاتة عادل بيحبها، بس عادل عائل بياكل عدد معين من القطع. طب اول حاجه يا عادل انت قسمتها؟ قال لي والله يا مس قسمتها الى 8 قطع. يبقى هنا تمن وهنا تمن وهنا تمن. جميل يا عادل، اهو ايوه شايفاك وانت بتسبقني، شاطر جميل. يبقى انا قسمتها الى 8 اتمان. يبقى اول خطوه هنقول نقسم. نقسم ايه؟ قالب الشوكولاتة الى 8 اجزاء. يعني ايه؟ يعني 8 اسمان. ما احنا خلاص عرفنا كل حاجة، 8 اسمان. عادل ده المؤدب الامور بياكل في اليوم الاول
قطعتين، يبقى القطعتين دول اهو اللي اكله عادل في اليوم الاول، يبقى خلاص هيخلصوا، هينتهوا من الشوكولاتة، مش موجودين. تاني يوم عادل حب ياكل 3 قطع اهم يا مس، يبقى دول اللي اكله عادل في اليوم الثاني، يبقوا برضو هيحصل لهم ايه؟ هيتاكلوا من الشوكولاتة اهي. يلا ناكلهم، جميل اهم كمان راحوا التلاتة، يبقى يا ترى هيتبقى ما عاد كام قطعة؟ 3 يا مس، جميل. يبقى هنا هقول يتم حذف ايه؟ الاول قطعتان في اليوم الاول، جميل، وايه كمان؟ وحذف 3 قطع في اليوم التاني، يبقى الباقي مع عادل كام؟ 3 قطع. يعني ايه يا مس؟ يعني 3 أسمان. واحد كده عسل يقول لي مس هو انا اما اجي احل اكتب كل ده؟ اقول له لا يا حبيبي انا بفهمك، لكن انا اما اجي احل هكتب الباقي مع عادل 3 أسمان بس. يبقى هي دي الخلاصة بتاعت المسألة، ايه رأيك؟ فهمتني؟ اتمنى ان احنا نكون فهمنا. تمام، اخر واحدة علشان نبقى ما سبناش ولا حد. بيقول ايه؟ اشترى خالد فطيرة من البيتزا. خالد بيحب البيتزا، اشترى واحدة. بس هو خالد طيب، احنا معظم اصدقائنا طيبين وبيحبوا اصحابهم، فإذا قسمها إلى 10 قطع. يبقى أنا زي ما أنا علمتك، أنا أقسمها إلى 10 أجزاء متساوية، 10 10 10. ها، جميل 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 جميل، برافو عليك. قسمتها، يبقى الخطوة الأولى إن أنا هقسم الوحدة الواحدة إلى 10 أجزاء، أهو الخطوة الأولى. نقسم الإيه؟ الفطيرة اللي هي وحدة واحدة إلى إيه يا شاطرين؟ 10 أجزاء متساوية. قام بإعطاء صديقه أحمد 3 أجزاء، أدي 3 أجزاء لمين؟ أحمد، يبقى أنا هحذف 3 أجزاء. وصديقته روان 4 أجزاء، أدي معايا 1 2 3 4، يبقى دول اللي هتاخدهم البنت الأمورة اللي اسمها روان، وبرضو هحذفهم أهي. يبقى يتبقى لخالد كام؟ اهو يا مس 3 أجزاء من 10، جميل. يبقى بعد كده نحذف ايه؟ كام جزء؟ 3 أجزاء بتوع مين؟ بتوع احمد، جميل. وكمان نحذف ال4 أجزاء بتوع مين؟ بتوع روان، جميل. يبقى الباقي كام؟ الباقي يا مس مع خالد 3 أجزاء. الله، ال3 أجزاء يا حلوين اللي اسمها 3 على 10، يعني ايه يا مس؟ يعني 3 أعشار. يبقى انا يا مس
هكتب كل ده، هكتب كل ده في اللي لا 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 لا، انا بفهمك ايه بقى من كل ده. يبقى انا عرفت ان الباقي مع خالد كام؟ 3/10، اسمها 3 أعشار. وكده حبايبي يبقى خلصنا درسنا النهاردة اللي بيتكلم عن قصور الوحدة. وأكد تاني، نص، تلت، ربع، خمس، كل دي اسمها قصور الوحدة، وقارنا بينهم وعرفنا ان كل ما المقام يكبر قيمته تقل. واخدنا المسائل الكلامية. ما تنساش تعمل لايك وشير، خش على شيت الاسئلة حله، واما تحله قارن اجابتك بشيت الاجابة، وفي اختبار تفاعلي بعد ما تخلص مباشرة هتعرف اجابتك وتقدر تقيم نفسك. والى اللقاء ان شاء الله في الحلقة القادمة.